والمزيد من المعطيات حول الحالة الجوية بإسبانيا مع مراسل ميديان بمدريد محمد المدن. العاصفة الثلجية فيلومينا تمر بمدريد بعد 50 عاما تقريبا، وتركت أقدام المدينة مكبلة في سمك ثلجي يصل إلى 20 سنتيمتر، وجعل حالة الاستنفار تصعد إلى اللون الأحمر، وعرف المرور اختناقا، وأغلق الطرقات مثل M4 و1006، وخلف طوابير طويلة لسيارات محاصرة، ما أدى إلى تدخل وحدات من عناصر الجيش لجرف الثلج. عمدة مدريد خوسي لويس مارتينيز الميدا وصف الوضع بالخطير ومدريد بالمحاصرة، وكشف مندوب الحكومة الإسبانية خوسي فرانك عن إجراءات لتخفيف العوائق الثلجية. جهة مدريد أعلنت السبت إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات يومي الاثنين والثلاثاء بسبب العاصفة، كما تم تعليق حركة السكك الحديدية من وإلى مدريد، وقرر مطار برخاس تمديد الإغلاق حتى بسبب العاصفة. المشهد الثلجي الكثيف الذي غطى مدريد عرف في المقابل حجم الخلل الذي أوقعته العاصفة الثلجية في السير العادي. فقد أكد وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا أن أزيد من 1500 شخص ظلوا محاصرين في سياراتهم بسبب الثلوج، فيما أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عن استعداده لتقديم الدعم لحكومة مدريد الجهوية.